السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. سلطت محكمة مروانة بولاية بتنة عقوبة 10 سنوات نافذة في حق امرأة في الثلاثينيات من العمر متهمة من طرف الضبطية القضائية بممارسة السحر والشعوذة والعرافة مع تكييف الوقائع لمرافقتيها الأخريين واللتين ضبطتا معها لحظة التوقيف من متهمتين إلى شاهدتين. وكانت القضية والتي عالجتها عناصر الأمن الخارجي لبلدية وادي الماء قبل أسابيع إثر تلقيها معلومات وشكاوي من مواطنين عن ممارسة طقوس غريبة من قبل 3 فتيات داخل مسكن بمدينة مروان، فتم مراقبته عن بعد واستدار إذن بالتفتيش نيابي ومداهمته لحظة وجود مسيراته بها. ومكنت العملية من العثور على 300 صورة شخصية معدة لطقوس سحرية تتعلق بالربط وجلب سوء الطلع. وعثر رجال الشرطة غدة التفتيش على نسخة من مصحف شريف مدنسة ومقطعة ومجموعة من الأحراز وتعاويذ، بالإضافة إلى أمور أخرى أقل ما يقال عنها أنها شنيعة وصادمة، فيرجى تبليغ المصالح الأمنية عبر الأرقام الخضراء في حال الاشتباه في وجود أشخاص يمارسون هذه الطقوس الغريبة.